فايز وانا حدقق في المواضيع كلها. اوكي وابدا بالسفاره. جاهزين ان شاء الله؟ جاهزين. واحد اثنين ثلاثه. صعبه. عم بيضحك. افتكروا انه الجيم هيدا باربع نقط، ممكن تتعادل يا احمد وتصير خمسه انت ورامي. اللي يبري بالاول بينجح في الاخر. هي بتزحلق بس فعلا بتزحلق اسرع شويه. مش اسرع، هي بتزحلق بتلف الايد. اه طبعا بتزحلق. ايديك ورا ظهرك يا احمد. عندنا قوانين صارمه. انا مش راضيه تلف. هو لو كنت جبت لك بريه المدرسه دلوقتي كنت ايه؟ بريه المدرسه دي قصه، دي بتزحلق بس. بريت ده استبحى الحياة. يلا رامي ماشي تمام. احمد بس عم بتزحلق بس. يلا عم بتزحلق ايه؟ لانه اكيد طبعا لازم نجيب لكم بودرة. لا بتزحلق. شو وضعنا احمد؟ لا وضعي مش لطيف خالص. لا يلا ايه. انا هيدا القلم يا رزان كان ياخذ معي السنه كلها عشان ابني. طبعا انا ما كنت اكتب شيء، رحنا ما كنا ندرس فيضلوا مثل ما هو. عمر ما كلفت اهلي قلم رصاص. ابري 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 وصلني اوام وصلني. وصلني اوام وصلني. اه ده حبيبي. الله خلصت ولا ايه؟ اه رامي خلاص. لا بده بعد. لا لا رامي عم بقرب. رامي عم يبري تمام. ما تبري يا اخي. ما تبري يا اخي. ما تبري حتموتوني عشان تبروا قلم. مفيش بتزحلق والله. بتلف في الايد. انا كمان برضه طاقة ايجابية. انا حساعدك. معلش بلا بلا فرهطيني. زقوا وبرموا كده هو. بلا مؤاخذة ايه بس ده كلام. اه رامي تقريبا قتل القلم يعني مش بس برا. خلص ولا ايه؟ خلص يا رامي. رامي قرب على اللون وبالرواق. بص الروقان. خلص يا رامي. انا انا بقيت مقتنعة انه موضوع الناس الرايقة ده انت فلسفي بتعيشك اليوم. اه رامي قرب على اللون الاحمر ودخل على صباعي. هتلاقيه حطه في صباعي. لازم نقرب. لازم 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 نكمل. عليك ان تستمر. ما بقتش عم تبري. هي مش عم تبري بقى. خلينا ننظفها. اوكي انا ما بتلفش معايا خالص. برافو رامي عياش بيكسب بالعجب. مش معقول. برافو. اتفضلوا لعندي على النص. تحدي الخير. يعطيكم الف عافيه. طبعا هي صعبه وحنشوف مجموع النقاط مع بعضنا. تفضلوا حنشوفه مع بعض والجمهور. احمد نقطة وحدة، رامي كان عنده خمس نقط وبعد فوزه بهيدا الجيم صار عنده تسع نقط. برافو. ولكن كل الحظ السعيد طبعا للسقة لأنه حبيبي وبتعرف كثير منيح بحبه، ولكن أنا سعيدة جدا بأداء رامي لهلا. برافو كملوا هيك. هي المنافسة برمضان، إيه غير منافسة في الخير؟ تابعونا عشان تعرفوا سؤال النهاردة وتكسبوا ال 100,000 جنيه. استنوا باقي تحدي مع السقة ورامي، ولسه معنا فرصتين أولهم بعد الفاصل. احفظ واكري.